تفقد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين أعمال تجارب وتشغيل محطة المعالجة بمصيف بلطيم بتكلفة إجمالية بلغت 450 مليون جنيه، تمهيدا لتسليمها ودخولها الخدمة لاستفادة 300 ألف مواطن بمصيف بلطيم وست قرى. كما تفقد أعمال التطوير التي يشهدها المصيف من توسعة الطرق ورصفها ورصف طرق أخرى بالإنترلوك. وأكد أيضا محافظ كفر الشيخ أنه تم الانتهاء من محطتي الرفع الرئيسية والفرعية بمصيف بلطيم وشبكة الانحدار وخطي طرد، وتم تسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي للتشغيل والصيانة. تم الانتهاء تماما من مشكلة الصرف الصحي اللي بتعاني منها المدينة من أكثر من 10 سنوات، تم الانتهاء تماما. محطة المعالجة الرئيسية احنا زرناها، والحقيقة الدولة أنفقت فيها ما يفوق 350 مليون. أيضا المحطة مش بتخدم فقط المصيف، بتخدم عدد من القرى لمركز بلطيم.